مهما كانت الدرجة العلمية التي يمتلكها، فإن رائد الأعمال يحتاج إلى مجموعة من المهارات التي تساعده على تحقيق أهدافه والمضي في طريق النجاح. في الواقع قد لا يحتاج رائد الأعمال بالضرورة إلى درجة علمية عالية لتحقيق طموحاته، بقدر ما يتطلب الأمر اكتساب مهارات خاصة. أمين. صحيح. فإن كنتم مشاهدين ترغبون في تطوير أهم المهارات التي ينبغي أن يمتلكها رواد الأعمال، ينضم إلينا المحلل الاقتصادي مازن الرشيد مباشرة من عمان. صباح النور أستاذ مازن. صباح النور أمين وهبة وجميع المشاهدين إن شاء الله. يعيشك، يا أهلا وسهلا. إذا في البداية خلينا نحكيه على رواد الأعمال، ما هي الأمور الأساسية التي على رائد الأعمال التركيز عليها عند البدء في مرحلة التخطيط؟ يعني أمين، مرحلة التخطيط تحديدا هي تعتبر من أهم الأمور فيما يتعلق باكتساب مهارات لرائد الأعمال ورجال الأعمال تحديدا. طبعا احنا بنعرف انه التخطيط يجب ان يكون تركيزه اكبر على الأولويات، يعني انه الأمور الأهم الحقيقة، وجعل الأمور الأخرى الأقل أهمية للموظفين أو العمال في هذه الشركة اللي بيمتلكها طبعا رائد الأعمال، ويركز على الأمور الأهمية المهمة. وهذا تأكيد أيضا لكلام الفيلسوف الألماني، يعني تحديدا يوهان جوتا، عندما قال أنه يجب أن لا تكون الأمور المهمة في حياتنا تحت رحمة الأمور الأقل أهمية. وهذا طبعا مرتبط في عامل التخطيط تحديدا. أما الأمر الآخر اللي احنا بدنا نختصره فيما يتعلق بالتخطيط والحصول أو اكتساب مهارة التخطيط تحديدا لرائد الأعمال، أنه يكون هو جزء من الحل وليس جزء من المشكلة، لأنه في مشوار مشروعه الطويل راح تصادفه أو تواجهه الكثير من المشاكل، أحيانا بشكل يومي، أحيانا بشكل يعني أسبوعي وغيره. طبعا تتفاوت خطورتها المشاكل بين متوسطة أو صعبة وغير ذلك. من المهم أن يهتم فيما يتعلق بتخطيطه واكتساب هذه المهارة على حل هذه المشاكل. نعم. ولا أن يقوم بتضييع وقته وجهده في أمور أخرى تحديدا. طيب، هل ترى أنه استشارة الآخرين بمرحلة مبكرة من المشروع أمر إيجابي أو سلبي بالنسبة لرائد الأعمال؟ يعني هون هبة عم تتحدثي عن مهارة الاستماع ومهارة يعني استشارة الآخرين والحصول على النصح منهم تحديدا. لكن السؤال هنا اللي بيطرح نفسه، من يجب علينا استشارتهم؟ هل الأشخاص العاديين مثلا اللي لا يمتلكون يعني الخبرة المهمة في هذا الموضوع؟ نتكلم عن فكرة، مثلا فكرة لمشروع، دائما احنا بنفضل انه نسأل اقاربنا، معارفنا، اصدقائنا، ان كانت فكرة المشروع مثلا مهمة او غير، او يعني مجدية اقتصاديا ام لا. من المهم في هذه المرحلة تحديدا انه نستشير اخصائيين مثل محلل اقتصادي. قد لا نكتفي بمحلل اقتصادي واحد، ممكن يكون اكثر من محلل، لانه عادة يعني المحللين الاقتصاديين يمتلكون افكار قد تختلف بين شخص إلى آخر. مثل ما إحنا مثلا لما إحنا بدنا نقوم بإضافة ديكور جديد في منزلنا، نقوم باستشارة مهندس الديكور أو مهندسة الديكور لإضافة. طبعا الأمور هي بتمتلك الخبرة الأوسع فيما يتعلق بهذه الأمور. إذن من المهم يعني أنه نستشير الآخرين، ولكن يجب أن نعرف من نستشير ومن كيف نصغي لأفكارهم. وبنهاية المطاف القرار رح يكون علينا إحنا. إحنا المفروض نقرر ما هو الجيد بالنسبة لنا، أو يعني الأمر الذي يجب تركه بنهاية المطاف. لكن أستاذ مازن، تعرف الكثير من الأحيان تتعرض أعداد متزايدة، معناها من الناس اللي هما يحبوا يعملوا أعمال والكل، أو مشاريع اللي تكون مخطط إليها وتكون يعني التخطيط كان بطريقة ممتازة، لكن هالمشاريع هذية ما توصلش إلى أنه تحقق كل العوائد المناسبة لها. بحسب رأيك وين الخلل بالضبط هون؟ يعني تحدثنا عن أهمية أن يكون تخطيط مناسب ويهتم بالأمور اللي لها علاقة بالجدوى الاقتصادية، لكن ما جدوى أن يكون التخطيط مناسبا وجيدا ويمر بالمراحل المفروض أن يمر فيها بشكل طبيعي، لكن التنفيذ على أرض الواقع كان تنفيذا سيئا.
احنا بنعرف انه يعني كل هذه المهارات، مهارة التخطيط، مهارة الاستشارة او مهارة الاصغاء للاخرين، وايضا مهارة التنفيذ، كلها مترابطة بعضها مع بعض، ولا يمكن يعني عزل اي مهارة عن اخرى، لانهم يكملون بعضهم حتى انجاح مشروعنا الاستثماري. اذا قد يكون سوء التنفيذ هو اللي تسبب في فشل مشروعنا. أي سوء في تنفيذ في المشروع مهما كان التخطيط مناسبا على فكرة راح يؤدي بنهاية المطاف إلى فشل المشروع، وبالتالي يجب أن يكون التنفيذ جيدا. وقد تكون مشكلة في التخطيط مثلا، يعني أنه تم التقليل من التكاليف المتوقعة من المرحلة الأولى من المشروع، وعندما انتقلت إلى مرحلة التنفيذ تفاجأنا بأن هنالك تكاليف كانت مخفية وغير واضحة، وهذا أدى إلى أنه يعني فشل المشروع في مرحلة الأولى. ولكن بجميع الأحوال ممكن تغطيه إذا تدخلنا بشكل سريع لحل هذه المشكلة تحديدا. طيب، يعني بين التنفيذ والتخطيط بيواجه كمان رواد الأعمال كثير من التحديات خلال إنجازهم لمشاريعهم. خبرنا إذا كان في مهارة معينة يعني لازم أنه يتحلوا فيها في هيك مواقف، وعطيني مثال يعني حي كمان. يعني سؤال كتير مهم، لأنه إحنا عنا أنا بحب دائما أركز هبة على موضوع المخاطر. نعم. من الأهم المهارات اللي يجب على رائد الأعمال أنه يكتسبها ويكون يعني على علم بها هي مهارة إدارة المخاطر، لأنه المخاطر سوف يواجهها يعني شئنا أم أبينا بشكل يومي أو بشكل منتظم. كيف يجب علينا إدارة هذه المخاطر؟ تعتمد على أمرين مهمين. اولا ان يكون يعني متوقع حدوث مثل هذه المخاطر عندما يقوم بانشاء مشروعه الخاص، وان يضع خطه استباقيه لحل هذه المشكله في حال حدوثها. طبعا مهم ايضا التدخل السريع. مثال عن ذلك، انا بتذكر شركه سامسونج الحقيقه في عام 2016 عندما طرحت موبايل يعني حديث ومتقدم، لكن كانت تعاني هذه الموبايلات من مشكلة تفجر البطاريات. يعني أعتقد سمعنا كثير في هذا الموضوع تحديدا، وأدى إلى خسارة الشركة 16 مليار دولار في أقل من أيام، وأدى أيضا إلى رفع الكثير من القضايا لدى المحاكم ضد هذه الشركة. لكن واضح بأنه سامسونج كان لديها خطة استباقية، كانت متوقع حدوث مشاكل مثل هذه الأمور الفنية، وضعت يعني فريق أو مختبر متخصص لحل هذه المشكلة، ووظفت 700 موظف، يعني استرجعت حوالي 200 ألف موبايل، وحلت المشكلة بشكل سريع، ووعدت جميع زبائنها بأنه الإصدار القادم من الموبايلات سوف يعني يأخذ بعين الاعتبار الأمور الأمنية، والبطاريات سوف تكون أحدث وأأمن، وبالتالي حافظت على زبائنها من خلال قدرتها على إدارة المخاطر بشكل سليم والتدخل السريع أيضا في حل هذه المشكلة. وبالتالي أنا بشوف مهارة إدارة المخاطر من الأمور المهمة على رائد الأعمال أنه يتحلى بها من أجل يعني إنجاح مشروعه، وأيضا الاستمرار على نهج النجاح مستقبلا. هي معناها أنه الإنسان يتدرب على أنه تكون عنده، معناها تكون فما موجودة مخاطر كبيرة، هي أكيد من الحاجات المهمة. على فكرة أنه في يعني في العقود الحالية مقارنة بالعقود السابقة تغيرت رواد الأعمال، يعني صارت الآن فما ورشات تدريبية كبرى تقام للناس باش يحاولوا يكتسبوا عدة مهارات اللي تساعدهم في إنجاز مشاريعهم. كذلك ما ننسيوش الحاجة اللي هي في عصرنا حاليا هي أكثر حاجة طاغية علينا، واللي هي التكنولوجيا اللي فرضت مجموعة واسعة من الأدوات جديدة اللي تساعد رواد الأعمال على التواصل. كيف يمكن لرواد الأعمال استغلال كل هذه الأدوات، إن كانت تكنولوجية أو إن كانت الحاجات اللي نعيشهم كورشات تدريبية اللي تصير بالجامعات أو يعني كل يوم اللي نعيشه في دورات تدريبية؟ صحيح، يعني أمين تذكرت شغلة، أنه العصر اللي منعيشه وإحنا محظوظين أنه نعيش بهذا العصر المتقدم، التقنية العالية والتكنولوجيا المتقدمة يعني سهلت أيضا فيما يتعلق بمهارة التواصل مع الآخرين، يعني عن طريق التواصل عن بعد. يوجد لدينا تكنولوجيا متقدمة، نستطيع إرسال نصوص بأقل من جزء من الثانية، التواصل أيضا معه من خلال ما يسمى بالفيديو كونفرنس كول، يعني من خلال تقنية الفيديو العالية الجودة، كأنه إحنا موجودين بنفس الغرفة.
إذا هنالك أمور يعني حتى ذكرت فيما يتعلق بورش العمل workshops، أيضا حتى الworkshops ممكن أن تقام من غير يعني الوصول إلى درجة السفر إلى دول أخرى. صحيح. ممكن من خلال تقنية الفيديو المتقدمة أن يكون هنالك workshops أو ورش عمل تساعد على اكتساب المهارات بحضور أناس آخرين إحنا ما منشوفهم طبعا بشكل شخصي، ولكنهم مشاركين ووجودهم مثل يعني مهم من خلال استخدام التقنيات المتقدمة. وأنا بشوف أنه رجل الأعمال ورائد الأعمال عليه متابعة كل ما هو مهم في هذا القطاع، لأنه رح يخفف عليه مصاريفه، رح يقلل من الجهد والوقت والوصول إلى هدفه بشكل أسرع لو كان يعني متابع لهذه الأمور تحديدا. يعني رائد أعمال أستاذ ميزر، رائد أعمال رائد أعمال بدي خلينا رواد أعمال معه. إن شاء الله احنا أكيد أنه دائما نستفيدوا منكم المعلومات اللي تقدموا منا. كل موضوع اليوم كان حلو برشا اللي حكينا فيه على رواد الأعمال، وإن شاء الله دائما مزيد من النصائح اليوم. شكرا ليك المحلل الاقتصادي ميزن رشيد، كنت معنا مباشرة من عمان. أهلا وسهلا أمين وهبة مجددا، ويسعد صباح الجميع إن شاء الله. يعيشك يا ربي، شكرا لك.